على مدار الأشهر الماضية تكررت الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على ما يجري في السودان من فضائع لا تقل بشاعة عما يحدث في غزة، وذلك في ظل الحرب المشتعلة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع. هذه الدعوات تترافق غالباً مع انتشار مقاطع مؤلمة ومأساوية جداً تظهر معاناة المدنيين هناك من نازحين في الغابات والصحاري القاسية وعالقين في المدن والقرى بين النيران أو تحت الأنقاض، وآخرين يتعرضون للتعذيب الوحشي على يد ميليشيا الدعم السريع وغيرها من المشاهد المفزعة. دعونا نشاهد أحد هذه المقاطع التي حظيت خلال الأيام الماضية بتداول واسع. إذن هكذا وضع النازحين في السودان. هذه المشاهد مهما بلغت قسوتها تبقى مجرد لمحات خاطفة من معاناة أوسع بكثير تكشفها تقارير الإنسانية. فالمعلومات حاليا تفيد بوجود 9 ملايين نازح وعشرات الآلاف من القتلى ومجاعة وشيكة تهدد نحو 2.5 مليون سوداني داخل مدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور. أما في عموم السودان فهناك أكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية، ولم يتردد مسؤولون في الأمم المتحدة وعاملون في منظمات إغاثية في استخدام وصف إبادة جماعية لعدد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات بحق المدنيين في السودان. وهذا الأمر دفع مجموعة من المسؤولين والعاملين في الإغاثة الإنسانية في السودان إلى توجيه تحذير للمجتمع الدولي نقلته مجلة فورين بوليس من أنه إذا استمر الصراع ولم تكن هناك استجابة دولية قوية فمن المرجح أن ينهار السودان وقد نشهد إبادة جماعية مرة أخرى. على منصات التواصل الاجتماعي فهذه مجموعة من تعليقات المتفاعلين على ما يحدث في السودان، وائل على منصة إكس يقول: هذا البلد عليه تعتيم إعلامي مخيف، يخبروني بعض الأصدقاء السودانيين ما يحصل في بلادهم من قتل أطفال ونساء وتعرض نساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما للاغتصاب، شيء يدمي القلب. وفي تغريدة أخرى يقول مازن: الحرب لها أكثر من 14 شهر تمارس فيها ميليشيا الدعم السريع أسوأ أنواع التعذيب والإرهاب والقتل وقطع الإنترنت. نعيش في السودان أوضاع يمكن مشابهة أو أسوأ من غزة، لكن ربنا معانا. من الفيسبوك تعليق لرؤى طلال تقول فيه: الاعتياد على بلائهم من قبل والصورة النمطية قللت من الشعور معهم كما مع أهل غزة. وسبب آخر: قلوب الناس المنهكة والعاجزة عن إنقاذ أحد هو ما يخبط جذوة شعورنا. إلى داود الذي كتب قائلا: ربنا يفرجها عليهم، الوضع مأساوي فعلا. كما يحكي لي أحد أصدقائي السودانيين، قبل أسبوع انقطع النت والاتصال، ظل قرابة أسبوعين لا يعلم شيء عن أهله، مهضومين حتى إعلاميا. مجزرة جديدة في السودان مساء الأمس خلفت 200 شهيد، ومجزرة تلو الأخرى لا تحظى بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي لا رسميا ولا شعبيا. حتى الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تمثل دافعا لرفع الأصوات ضد أي إبادة أخرى، فلا يسمح لمجرمي الحرب في دارفور بإخفاء جرائمهم تحت ضجيج جرائم.